بيان ناري من الرئيس السيسي بخصوص سد النهضة، ننشر التفاصيل وتحرك عاجل من الجيش المصري والأمريكي في البحر الأحمر، ننشر أيضا التفاصيل ورئيس وزراء بريطانيا يوجه رسالة للرئيس السيسي هامة، وعاجل وزير مصري سابق يحذر من كارثة تهدد العالم، وأمريكا تقدم لمصر ملايين الدولارات، ننشر التفاصيل، وبيان مصري عاجل بشأن حادث لطائرة سعودية. في البداية احنا عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك أو أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا وأخبارنا أول بأول. عاوزين نوصل ل 2000 لايك أو أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وبيان ناري من الرئيس السيسي بخصوص سد النهضة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الراسخ بشأن التواصل لاتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. وخلال لقائه رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيديكي على هامش قمة جلاسكو للمناخ في المملكة المتحدة، شدد الرئيس السيسي على موقف مصر الراسخ من قضية سد النهضة ورؤيتها قائمة على الانخراط بشكل نشط في المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق ملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك تحت مظلة الاتحاد الافريقي، بما يتسق مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في هذا الأمر. وأشاد بجهود الكونغو الديمقراطية خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي من أجل تحقيق التطلعات التنموية للقارة الإفريقية والترويج لقضاياها ومواقفها في المحافل الدولية، فضلا عن مساعيها المقدرة لتسوية أزمة سد النهضة. بدوره أعرب تشيسيديكي عن شكره للرئيس السيسي على دعم مصر المتواصل لبلاده في هذه المرحلة الهامة من تاريخها، بما يمثل نموذجا للتعاون والتنسيق والدعم المتبادل بين الدول الإفريقية. مصدر معنا كان من صحيفة الشروق، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وتحرك عاجل من الجيش المصري والأمريكي في البحر الأحمر، ونفذت القوات البحرية المصرية وقوات البحرية الأمريكية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي المصري بالبحر الأحمر. اشتمل التدريب على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، والتي ركزت على تعزيز إجراءات الأمن البحري بالبحر الأحمر، والذي يشمل تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري المشترك، والذي استهدف تقييم التهديدات السطحية والجوية في مواجهة التهديدات التي تؤثر على حرية الملاحة الدولية وتدفق التجارة العالمية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية، وكذلك تنفيذ تشكيلات الإبحار التكتيكي وتدريبات المواصلات الإشارية. وقد أظهر التدريب وفقا للمتابعين مدى الاحترافية لأطقم السفن في تنفيذ المهام بدقة وكفاءة عالية، مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة. مصدر معنا كم من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ورئيس وزراء بريطانيا يوجه رسالة للرئيس السيسي هامة. والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء البريطاني جونسون على هامش قمة المناخ العالمية بمدينة جلاسكو. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان إن اللقاء شهد إجراء مباحثات ثنائية معمقة بين الجانبين، حيث رحب رئيس الوزراء البريطاني بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد إن مصر تعد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط. أضاف المتحدث أن جونسون أعرب عن تقديره وتهنئته للسيد الرئيس على الإنجازات والجهود التنموية الطموحة التي تقوم بها مصر، أكد دعم بريطانيا لتلك الجهود. وأكد الرئيس السيسي بدوره تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك. أوضح المتحدث أنه تم التوافق خلال اللقاء على فتح آفاق تعاون جديدة بين البلدين وتعزيز انخراط بريطانيا في أولويات خطط التنمية المصرية
ودعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة الاستثمارية والأمنية والاستخباراتية والعسكرية، فضلا عن قطاعات السياحة والصحة والتعليم. مصدر معانا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وأيضا مصدر معانا كان من الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا إن رئيس وزراء بريطانيا إن يشكر في إنجازات الرئيس السيسي، ده شيء في منتهى الأهمية ويوضح مدى قدرة مصر أمام العالم. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل وزير مصري سابق يحذر من كارثة تهدد العالم. حذر وزير البيئة المصري الأسبق مصطفى حسين من كارثة كبيرة تهدد العالم تتمثل في تغير المناخ، تزامنا مع توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بريطانيا للمشاركة في قمة تغير المناخ. وأضاف حسين خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد أن مشكلة تغير المناخ بها أجزاء حقيقية وأخرى قد تكون مفتعلة. وضح أن ما سيحدث من زلازل وبراكين يعكس أن العالم يغضب علينا بسبب تصرفات البشر. وتابع وزير البيئة الأسبق أن ما تم الاتفاق عليه العالم في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2015 في باريس لم يتم تحقيق حوالي 70% منه. قال أن الدول الصناعية تسعى لتحقيق مصالحها دون النظر إلى عواقب بيئية أخرى. أوضح وزير البيئة الأسبق يجب تحليل الأمور القادمة، وعلى الدول الصناعية الكبرى حل مشكلة التمويل ووضع صندوق دعمها تحت تصرف العالم لمواجهة مشكلات تغير المناخ، ذاكرا أن الدول الصناعية تحاول تعويض خسائرها بعد الوباء دون وضع اعتبار لما قد يحدث في العالم. وقال مصطفى حسين أنه منذ سنة 92 لم تتحدث مصر عن الزلازل، وينبغي علينا التجهيز جيدا للتغيرات المناخية التي قد تحدث، مضيفا أن مصر ليس بعيدة عما يحدث في العالم بل هي في المنتصف من كل شيء. وقال وزير البيئة الأسبق أنه على أمريكا والصين والهند وروسيا إيجاد تمويل لمواجهة التغير المناخي. أضاف أن تلك الدول هي السبب في حدوث تلك التغيرات بسبب سعيها للنهوض باقتصادها على حساب دول العالم الأخرى. وتابع وزير البيئة الأسبق، إذا ازدادت درجة حرارة الكوكب بمعدل يزيد عن 1.5 درجة سيحدث دمارا كبيرا في مختلف أنحاء العالم. أشار إلى أن الفيضانات ستطول كل دول العالم ولا يوجد أحد مستبعد من الكارثة. مصدر معانا كان من صدى البلد، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وأمريكا تقدم لمصر ملايين الدولارات. ووقعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعاون الدولي المصرية 7 اتفاقيات ثنائية لمساعدة من أمريكا لصالح مصر تبلغ قيمتها 125 مليون دولار. قالت وزيرة التعاون الدولي في مصر رانيا المشاط إن الحكومة المصرية تعزز التعاون الاستراتيجي والتاريخي مع أمريكا الذي يقوي ويدعم جهود الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما يحفز مشاركة القطاع الخاص. أشارت إلى الريادة المصرية في مجال التحول الأخضر والعمل المناخي، لافتة إلى أن الحكومة تحظو خطوات واسعة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة مثل إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين. وأوضحت أن هذين المجالين يمثلان فرصة جيدة لتعزيز نطاق التعاون المستقبلي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. من جانبه قال السفير الأمريكي لدى القاهرة جونثان كوهين إن إعلان اليوم عن تقديم 125 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية من أمريكا لمصر يبنى على استثمار الحكومة الأمريكية في مصر البالغ 30 مليار دولار على مدار 40 عاما الماضية، والذي أثمر عن توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي 25 مليون مصري، والقضاء على شلل الأطفال وتحفيز مشروعات ريادة الأعمال والحفاظ على المواقع التاريخية وتقديم الآلاف من المنح الجامعية وبناء آلاف المدارس وتدريب أكثر من 100,000 من العاملين. مصدر معانا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وبيان مصري عاجل بشأن حادث لطائرة سعودية. اصطدمت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية بأحد أوناش الخدمة الأرضية على مهبط أرض مطار القاهرة أثناء استعدادها للإقلاع إلى الرياض، ولم يؤثر ذلك على الطائرة التي استكملت رحلاتها.
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي أن طائرة الخطوط السعودية لم يحدث بها أي تلفيات في جسم الطائرة بسبب هذا الاصطدام مع البوش باك، وأقلعت الرحلة بعدها مباشرة في طريقها للسعودية بعد انتهاء فحص منطقة الاصطدام والتأكد من عدم إحداثها أي تلفيات في جسم الطائرة. وأضاف المصدر أن الواقعة تعود إلى اصطدام طائرة الخطوط السعودية من طراز الإيرباص A330-300، كانت تستعد رحلتها رقم 313 للإقلاع بالركاب من مطار القاهرة في طريقها إلى السعودية، وأثناء الإقلاع اصطدمت بأحد أوناش الخدمة على المهبط، وتسبب هذا الحادث في تأخر إقلاع الرحلة لمدة ساعة حتى التأكد من السلامة الفنية للطائرة وعدم إحداث أي تلفيات بها تؤثر على سلامة الرحلة والركاب. مصدر معنا كان من صحيفة مصراوي، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل، وبيان عاجل من الأرصاد الجوية المصرية تكشف عن تفاصيل ظاهرة تشهدها أغلب المحافظات الآن. قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر إن مصر شهدت خلال اليومين الماضيين تكاثر السحاب، حيث أصبح الطقس غائما طوال الوقت على أغلب الأنحاء، كما تساقطت الأمطار على مختلف المناطق. وبحسب الأرصاد تعتبر أنها الغلاف الجوي Atmosphere Reverse، ظاهرة تعبر عن اندفاع كميات كبيرة من الهواء الساخن يكون محمل بنسبة كبيرة من الرطوبة قادمة من المناطق الاستوائية إلى مناطق العروض الوسطى الأكثر برودة، ودائما ما يؤثر على الجزء الغربي للقارات بزاوية تنحرف اتجاه اليمين في نصف الكرة الشمالي والعكس في نصف الكرة الجنوبي، كما أنه لأنهار الغلاف الجوي تصنيفات من حيث الشدة وكمية الأمطار ومدى تأثيرها. وتابعت الأرصاد أنهار الغلاف الجوي عادة ما تؤثر على جمهورية مصر العربية في فصول الخريف والشتاء والربيع، تباعا لحركة التيار النفاث يصاحبه سقوط أمطار على مختلف الأنحاء. المصدر معنا كان من RT، وهذا كان بيانا من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وكان من الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما طولتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير وأيضا أبانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج، وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جديدة وأخبار جديدة بإذن الله. ما تنسوش تتابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.